المالية النيابية تقترح على الكاظمي إلغاء قانون العجز وتؤكد ملا طلال أكد وجود بدائل لتوفير السيولة. داعش يضرب في المقدادية ورئاسة البرلمان تنعى الشهداء وتطالب بخطط محكمة. إذا ما عجبك تطلع من الحسينية لا تبقى بها ولا دقيقة. تهديد أي شيء تعدى براحتك. تهديد يلف جوالاتك واطلع يا شيخ. جدل واسع يجتاح السوشيال، نائب عن سائرون يتهجم على مدير بلدية في بغداد وتحالفه يعاقبه بالتجميد. نشرة الأخبار من يو تي في، حياكم الله. ردت اللجنة المالية النيابية على تصريح أحمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الوزراء عن وجود حلول لدى الحكومة لتأمين الرواتب، واقترح رئيسها هيثم الجبوري الاستغناء عن تشريع قانون العجز المالي. الجبوري وجه كتابا إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يتضمن المطالبة بعدم تحميل الدولة أعباء مالية جديدة تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي من خلال سن قانون العجز المالي، مطالبا ببيان رأي الكاظمي بشأن الاستغناء عن القانون من أجل التركيز على الإصلاحات الاقتصادية. وكان أحمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الوزراء قال أن تمويل الرواتب بانتظار تمرير قانون العجز المالي، مبينا أن لدى الحكومة حلولا أخرى في حال عدم تمرير قانون تمويل العجز. وزير المالية يتوقع أنه يتم تخفيض هذا المبلغ من قبل مجلس النواب، وفي حالة تخفيضه وعدم كفايته سألته ما الحل، قال لي بالحرف الواحد بأن لدى الحكومة حلول أخرى ورواتب الموظفين مؤمنة. يأتي ذلك في وقت يستأنف مجلس النواب جلسته 17 لاستكمال التصويت على الدوائر الانتخابية لقانون الانتخابات، فيما يخلو جدول أعماله من فقرة التصويت على قانون الاقتراض، ويستكمل البرلمان التصويت على مقترح قانون الضمان الصحي، فضلا عن القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق الازدواج الضريبي ومنع التهريب المالي فيما يتعلق بضرائب الدخل بين العراق والكويت. من أجل تحقيق انتقال سياسي، تطالب ساحات تشرين بقانون انتخابات يتضمن دوائر صغيرة متعددة وترشيحا فرديا، لكن الأحزاب السياسية تناور للحفاظ على مكاسبها. حركة تشرين اليوم وجها لوجه أو ندا لند أمام جلسائها المعمرين 17 شتاء قاسيا بقانون انتخابات يتضمن عنصرين جديدين هما دوائر متعددة وترشيح فردي، لكن ماذا يعني هذا بلغة الفرص والأرقام؟ قانون سانت ليغو كان على مدار الانتخابات السابقة حليف الأحزاب الكبيرة ورافدهم بالمقاعد البرلمانية، إلا أن هذه الحشود التي تظاهرت على مدى عام فرضت معادلة جديدة لم تألفها الأحزاب سابقة، وهي الترشيح الفردي الذي يدلي فيه الناخب بصوته لمرشح واحد. الصوت الواحد غير المتحول هو معيار احتساب الأصوات في الترشيح الفردي، حيث يقترع الناخبون بموجب القانون الجديد لصالح المرشحين الأفراد ليس لصالح أحزابهم السياسية التي كانت تتقاسم أصوات ناخبيها وتوزعها على المرشحين الذين يختارهم رئيس القائمة. تم تبني نظام الصوت غير المتحول مرات عديدة في اليابان وفي أندونيسيا وتايلاند وتايوان، إضافة إلى الأردن والكويت. يقول خبراء قانونيون إن الترشيح الفردي يسهم في تمكين الأحزاب الصغيرة ومرشحي الأقليات والمستقلين من الفوز بمقاعد نيابية، لكنه يمكن أن يتسبب في عدم فوز الأحزاب الصغيرة بأي تمثيل إذا قدمت مرشحين بأعداد كبيرة، ما يؤدي إلى تشتيت الأصوات بين مرشحي الحزب الواحد داخل الدائرة الواحدة، ويتيح للأحزاب الكبيرة كسب أعداد إضافية من المقاعد. معادلات ورياضيات، ألغاز وأسرار، من يمسك بها أكثر فهو المنتصر.
أما الدوائر الانتخابية التي تطالب بها ساحات تشرين فهي الدائرة الصغيرة التي تتمثل في 100,000 نسمة لكل نائب، ولم يتحقق ذلك، فقد صوت البرلمان مؤخرا على الدوائر المتوسطة، أي لكل 400,000 ناخب دائرة واحدة وأربعة نواب منتخبين، ما سيخلق جدلا واسعا حول رسم الخرائط بين المدن والأقضية. والنزاع بين تشرين والأحزاب على القانون قد يستدعي وسيطا هو الأمم المتحدة نفسها وفقا لمستشار رئاسة الوزراء. مصدر مقرب من رئاسة الجمهورية أوضح ليو تي في أن الرئيس برهم صالح سبق أن اتخذ قرارات مهمة وكبيرة لدفع الإصلاحات التي تطالب بها التظاهرات، وهو يتعامل مع هذا الملف بجدية رغم أن المعادلة صعبة أكثر اليوم، ولا أحد يعرف قرار الرئيس ولا القرار النهائي لتشرين أيضا، فتسويات قائمة بشروط، لكن العبور والانتقال السياسي والتغيير لا رجعة عنه رغم كل للمناورات والاحتيالات الحزبية. إلى المسرح، حيث يعيش نحو 5 ملايين عراقي، مليونان منهم لا يمتلكون تمثيلا في مجلس النواب. هؤلاء العراقيون هاجروا من مدن أخرى للعمل في موانئ البصرة وحقول النفط والأسواق المتنامية، لكنهم حرموا من المشاركة في القرار السياسي. الجلسة القادمة احنا نناقشة ونقرأ قراءة أولى وثانية أو احنا قارين. حدد للبصرة 25 مقعدا في مجلس النواب مقسمة على 6 دوائر انتخابية وفقا للقانون الذي أقره البرلمان، وفي ذلك إشكالية بحسب مراقبين، فالمقاعد احتسبت على أساس أن عدد سكانها 3 ملايين نسمة اعتمادا على البطاقة التموينية، بينما الأرقام تؤكد أن عدد سكان المحافظة يتراوح من 4 ملايين إلى 5 ملايين نسمة. إذن نحو 2 مليون مواطن يقيمون ويعملون هنا، لكن لا يحق لهم التصويت لأن وثائقهم صادرة من مدن أخرى بحسب وزير البلديات السابق بنكي ريغاني. الآن المتواجدين على أرض البصرة والمقيمين حدود 4 مليون نسمة حسب تصريحات حكومية ولا سيما وزارة التخطيط، لكن ما أعطي للبصرة هو 25 مقعد فقط. خلال السنوات الأخيرة شهدت البصرة موجة نزوح كبيرة من محافظات الوسط والجنوب بحثا عن فرص العمل في موانئها ومصانعها وحقولها النفطية وأسواقها المتنامية، وبذلك قفز عدد سكانها من 1,200,000 نسمة قبل عام 2003 إلى نحو 5 ملايين نسمة في هذا العام بحسب تقديرات حكومية. البصرة جاذبة للسكان وأعداد كبيرة جدا، وبالتالي هؤلاء علينا أن لا نهمل رأيهم، وعليهم أن يكون لهم صوت مؤثر في مستقبل البلد، وخصوصا منذ احتساب أصوات البصرة كان هناك غبن كبير لهذه المدينة في عدد المقاعد في البرلمان. تضارب الأرقام يعزوه مختصون إلى عدم وجود تعداد للسكان في العراق، فآخر تعداد أجري كان عام 1997، وعلى مدى السنوات الماضية تعتمد الحكومة على التقديرات في إحصاء أعداد المواطنين، وهذا ما يحذر منه مراقبون خشية تأثيره في نزاهة الانتخابات. احنا عندنا احصاءات وبيانات لكل وزاره تحدد عدد سكان العراق بشكل او باخر، مثلا وزاره التخطيط تحدد 40، وزاره التجاره تحدد 35، كل هذه الارقام هي يعني اشبه ما يكون بالرجم بالغيب، ربما تستخدم لاغراض سياسيه، ربما تستخدم لاغراض تزوير احيانا في الانتخابات. اللجنة الحكومية للتعداد السكاني في العراق أوصت في وقت سابق بتأجيل إجراء التعداد المقرر هذا العام إلى تشرين الثاني من العام المقبل بسبب الأزمة المالية وفيروس كورونا. إشكالية احتساب مقاعد المحافظات في مجلس النواب العراقي، حلها يكمن برأي مراقبين في إجراء تعداد سكاني عادل يحسم الجدل السياسي الدائر. سعد قصي، يو تي في، مدينة البصرة. للمزيد ينضم إلينا الخبير الاقتصادي صفوان قصي. مرحبا بك سيد صفوان. يعني مجلس النواب يستأنف جلسته اليوم مع خلو جدول أعمالها من التصويت على قانون الاقتراض، إذن كيف سيتسنى للحكومة توفير رواتب الموظفين لهذه الأشهر؟ عفوا سيد صفوان، تفضل.
نعم الحقيقة وزارة المالية تمتلك سيولة لكنها قيدت على حسابات يعني متفرقة لدى الوزارات الاتحادية. إذا استخدم وزير المالية صلاحيته في عملية تحويل هذه السيولة وتقييدها ضمن بند الرواتب، باعتقادي إمكانية إطلاق رواتب شهر 10 خلال الأيام القادمة، إضافة إلى أن قسم الوزارات الاتحادية تستطيع مساعدة وزارة المالية من خلال صناديق التمويل الذاتي في تسديد الرواتب نيابة عن وزارة المالية، ولاحقا يتم تعويض هذه الصناديق من خلال السيولة التي يمكن توفيرها. أيضا وزير المالية يمتلك صلاحية ببيع سندات ذونات خزينة على مستوى الدينار العراقي أو الدولار. طبعا بالتأكيد الدولار هو الأجدر في عملية الإصدار باعتبار أن ميزان المدفوعات حاليا يعاني من عجز في العملة الصعبة، فعملية إصدار سندات وبيعها للجمهور العراقي أو لصناديق التمويل الذاتي أو للمصارف العامة والخاصة بإمكان هذه المصارف أن تشتري هذه السندات، وبذلك تتوفر السيولة اللازمة لإطلاق الرواتب. حاليا هناك إيرادات تأتي إلى الدولة العراقية من خلال بيع النفط لكن قد تكون غير كافية، فعملية تمويل هذا العجز من الممكن استعمال هذه البدائل وغيرها العديد من البدائل. بالتأكيد البرلمان العراقي لن يمرر قانون تمويل العجز المطلوب كما هو ب 41 تريليون، لأن هذا يعني أن هناك انخفاض في قيمة العملة وهو ما لا يسمح به صندوق النقد الدولي في التلاعب في عملية سعر الصرف. فعلى الحكومة أن تعيد النظر بالمبلغ المطلوب، وعليها أن تحاول أن تخفض الإنفاق العام، يعني الإنفاق العام عالي على جميع البنود، وباعتقادي هناك جهة الآن تقوم بمراجعة سلم الرواتب وفك الارتباط بين المخصصات والراتب الاسمي، بمعنى أن هناك محاولة لتقليل الإنفاق على مستوى المخصصات لجميع الفئات خاصة على مستوى سنة 2021. نعم، يعني سيد صفوان المتحدث الحكومة أحمد ملا طلال تحدث عن حلول لدى وزارة المالية لتأمين الرواتب في حال عدم التصويت على مشروع قانون العجز المالي. ما مدى قدرة وزارة المالية على توفير هذه السيولة النقدية لتوفير رواتب الموظفين بالطريقة التي يمكن بها طبعا الاستغناء عن تشريع قانون تمويل العجز المالي؟ وما هذه الحلول التي تحدث عنها أحمد ملا طلال برأيك؟ بتقدير الحقيقة يعني الإيرادات المتوقعة خلال الأشهر الثلاثة من نهاية سنة 2020، يعني حسب ما البيانات التي قدمت من وزارة المالية هناك تدفقات داخلة بمقدار 22 تريليون. هذه 22 تريليون من الممكن أن يتم المداولة مع دولة الكويت بشأن تأجيل تسديد هذه المستحقات المطلوبة للسداد، وبالإمكان العراق أن يعوض هذه المستحقات من خلال الغاز، بالإضافة إلى فتح نافذة للمفاوضات مع شركات تراخيص النفطية. هناك طلب بأكثر من 5 تريليون على اعتبار أن هناك قوة قاهرة تعرض لها صادرات النفط العراقي، فأيضا بإمكاننا أن نضغط على هؤلاء الأطراف. لكن بأسوأ الاحتمالات هناك ما لا يقل عن 15 تريليون دينار سيتم جبايتها من خلال إيرادات وزارة النفط، لكن هل هي كافية للثلاثة أشهر؟ بتقديري إذا تم تأجيل رواتب شهر 12 إلى السنة التي تليها بإمكان 7.5 تريليون أن تغطي الرواتب، وبإمكاننا أيضا خلال هذه الفترة كما يعني تم ملاحظته بالورقة الإصلاحية هناك إمكانية لبيع جزء من الشركات الخاسرة، هناك إمكانية لزيادة مستوى الجباية، المصالحة الضريبية، هناك العديد من المشاريع ضمن المنهج الإصلاحي. لو تم مباشرة بها سترتفع مستوى السيولة. لما لم يتم الحديث عن هذه الحلول مسبقا ونفاجأ الآن بأنه سيتم تأمين رواتب الموظفين والحكومة لديها حلول لتجاوز هذه الأزمة؟ طبعا بالتأكيد يعني الحكومة كانت تحاول سابقا أن تفكر بالحل الأسهل. الحل الأسهل هو الذهاب إلى الاحتياطيات على مستوى المصارف العامة وعلى مستوى البنك المركزي، لكن البنك المركزي يحاول الدفاع عن سعر الصرف وليست لديه القدرة على تمويل 41 تريليون إلا إذا قام بتخفيض سعر الصرف، وهو ما لا يسمح به صندوق النقد الدولي. علينا الاحتفاظ بما لا يقل عن 52 مليار دولار للحفاظ على سعر الصرف، وإذا كانت لدى البنك المركزي مرونة قد لا تتجاوز 10 تريليون
بإمكان البرلمان أن يتيح للحكومة إصدار سندات بقيمة 10 تريليون وخصمها من خلال المصارف العامة والخاصة، لكن بتقديري على البرلمان أن يطالب الحكومة أيضا بأين أنفقت هذه ال 15 تريليون السابقة في قانون الاقتراض الأول لكي يتم إيقاف الهدر. ما أقصده بالهدر الحقيقة، هناك نفقات غير ضرورية بالفترة الحالية على مستوى المستلزمات السلعية، المستلزمات الخدمية، الموازنة الاستثمارية يفترض أن لا تعرض أو تمول من خلال وزارة المالية، وإنما يفترض أن تمول من خلال القطاع الخاص، وبذلك يتم الضغط على الإنفاق العام قدر المستطاع. لا نعرف تأثير فيروس كورونا، قد تنتقل الأزمة من 20 إلى 21، فعلينا أن نتجنب تخفيض قيمة العملة قدر المستطاع لغاية أن ينجلي تأثير فيروس كورونا. نعم، وضحت الصورة. الخبير الاقتصادي صفوان قصي، شكرا جزيلا لك. طلب النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي الجهات الأمنية بالإسراع في إجراء تحقيق بحادثة قضاء المقدادية التي أسفرت عن مقتل 6 أشخاص. الكعبي قال في بيان إن عناصر التنظيم أقدموا على نحر أحد شيوخ المقدادية وتفخيخ جثته، داعيا إلى وضع خطة محكمة لتأمين المناطق المستهدفة والبدء في تنفيذ حملات نوعية حازمة لملاحقة فلول داعش. وللحديث عن هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا في ديالى علي العنبكي. مرحبا علي، ما تداعيات حادثة قضاء المقدادية وآخر الإجراءات الأمنية التي اتخذتها الحكومة هناك؟ أهلا وغدا، تحية لك وتحية للمشاهدين الكرام. بداية، هي الحادثة حدثت مساء يوم أمس. قامت مجاميع داعش الإرهابية في قرية الخيلانية أطراف قضاء المقدادية بنحر المواطن يدعى علي فاضل أو علي فضالة الملقب، وتفخيخ جثته. عندما قام ذويه وأقاربه بمحاولة لسحب جثته انفجرت عليهم، أدت إلى استشهاد 4 وإصابة 2 آخرين. هذه الحادثة هي ليست الأولى أو الخرق الأمني الأول في ديالى، وربما لن يكون الأخير بحسب الأوضاع هنا. هناك عدة مناطق ارتكبت خروقات أمنية، آخرها قبل أسبوع أيضا قرب جسر حلوان في أطراف جلولاء حصة عملية خطف وقتل مواطنين من قبل خلايا داعش. هذه الأراضي تشهد أراضي معقدة جغرافيا، تشهد عمليات وأنشطة لخلايا داعش بين الحين والآخر. بالتحديد قرية الخيلانية في أطراف قضاء المقدارية والتي شهدت يوم أمس الحادثة، هذه القرية خالية من السكان، أهلها لم يعودون إليها منذ تحريرها عام 2015 ولحد الآن بسبب مشاكل عشائرية وفق ما معروف في ديالى. الأجهزة الأمنية واليوم على خلفية العملية نفذت عملية عسكرية في أطراف قضاء المقدادية. هذه العملية لم تسفر عن قتل أي داعشي أو اعتقال عنصر من داعش، ولكن أسفرت عن العثور على مضافة وتفجير عبوة ناسفة. لكن يعني علي، نعم، يعني كيف تم تقييم الوضع الأمني لهذه يعني المنطقة بالذات ولجميع محافظة ديالى على خلفية هذه الحادث؟ ما هي ردود فعل الشارع وإجراءات الحكومة المحلية ذاتها وموقفها من جراء ما يحدث بسبب يعني تداعيات الوضع الأمني المتداعي جدا؟ نعم، الحادثة لاقت ردود أفعال شعبية وسياسية ومحلية وحتى على مستوى الحكومة في بغداد والجهات الحكومية في بغداد. هذه الحادثة المواطنين في قضاء المقدادية يعني في حالة خوف من تداعيات هذه الحادثة لكونها قرب القضاء وبأطراف القضاء. هذا دليل، وخاصة أنها حدثت في وضح النهار، وهذا دليل على وجود ونشاط خلايا داعش. الأجهزة الأمنية اليوم مطالبة، وعلى لسان نواب والحكومة ومحافظة ديالى، مطالبة بوضع حد لهذه الخروقات التي تحدث وتجفيف منابع الإرهاب في محافظة ديالى والتي تنتشر قرب
قضاء المقدادية وقرب قضاء خانقين وقرب ناحية أبو صيدة. النواب بعض نواب ديالة حملوا قيادة عمليات ديالة التدهور الأمني الذي حصل والخرق الأمني الذي حصل يوم أمس والأحداث التي تشهدها المحافظة بين الحين والآخر. لذلك هذه أيضا هناك نواب طالبوا القائد العام للقوات المسلحة بضرورة وضع حد لمجازر داعش التي تشهدها محافظة ديالة بين الحين والآخر من خلال عمليات أمنية ومن خلال إعادة النازحين إلى المناطق الخالية. وضحت الصورة. مراسلنا في ديالة علي العنبكي، شكرا جزيلا لك. نبقى في الملف الأمني، حيث أعلنت قيادة العمليات المشتركة تطهير جزيرة جنعوصة بالكامل من عناصر تنظيم داعش العمليات. وفي بيان لها ذكرت أن العملية استمرت على مدار 8 أيام وأسفرت عن تدمير 12 مقرا لتنظيم داعش وضبط 5 مستودعات للأسلحة تابعة للتنظيم، وأن القوات الأمنية جففت منابع الإرهاب وتمويله بين نينوى وصلاح الدين وكركوك. دب الخوف في قلوب العائلات النازحة من الفرحاتية عقب المجزرة الأخيرة في منطقتهم. أكثر من 80 عائلة في أربيل كانت تنتظر العودة وباتت اليوم تستبعد ذلك بل تتوقع موجة نزوح جديدة. 80 عائلة من صلاح الدين يسكنون هذا المخيم في أطراف أربيل منذ 6 سنوات. كانوا يعدون الأيام والليالي خلالها ترقبا لعودة الأمن والخدمات إلى مدنهم حتى يتمكنوا من العودة إلى ديارهم. الآن كل شيء قد تغير. مجزرة الفرحاتية الصادمة ألقت بظلالها على نازحي صلاح الدين، وخصوصا النازحين من ناحية الفرحاتية التي شهدت اختطاف عدد من أبنائها وقتلهم مؤخرا. هنا باتوا يخشون حتى من التصريح لوسائل الإعلام، خوفا على سلامة من تبقى من عوائلهم في الناحية المنكوبة. إيه صار بالعكس، الناس تروح بالعكس قام ترجع، يعني تقول هسه أرجع لمنطقتي ماكو شيء. من يسمعون هالخبر هذا وهالمجزرة هاي راح يرجعون، يعني في أكد ما ينعلي راح احتمال يصير 200 عائلة يرجعون على المنطقة. رسميا تهيئ سلطات أربيل هنا نفسها لتأمين بنى تحتية إضافية ومواد لوجستية عاجلة تحسبا لموجة نزوح جديدة لأهالي الفرحاتية بعد تنامي نفوذ ونشاط الجماعات المسلحة خارج سلطة الدولة فيها مؤخرا، ما يدفع أهالي الناحية إلى الالتحاق بأقرانهم في مخيمات إقليم كردستان. بصراحة المستقبل مجهول تماما. أنت بتعرف حتى إن كان في خطة نشتغل عليها العالم ترجع، بس هاي الحوادث اللي قاعدة تصير بصراحة وقفت كل شيء الشغل. العالم اللي كان عنده رغبة وقفت، إنه هن بفضلوا الخيمة بفضلوا الجلوس بالمخيم على العودة إلى مناطقهم. ما يفاقم قلق نازحي الفرحاتية إن الحكومة التي وعدت بتقديم الجنات إلى العدالة لم تعلن حتى الآن أي تطور نوعي في التحقيق بالجريمة التي أودت بحياة 12 شخصا وآخرون غيرهم لا يزال مصيرهم مجهولا. مؤشرات كثيرة تبين ليس انحسار آمال نازحي الفرحاتية بالعودة إلى ديارهم وحسب، بل تسجيل نزوح جديد لأهالي الناحية بعد المجزرة الأخيرة التي طالت شبابها. مشرق المنصور، أربيل، يو تي في. وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتعيين المهندس علاء معا أمينا جديدا لبغداد خلفا للمستقيل منهل الحبوبي. هذا وأعلن أمين بغداد منهل الحبوبي تقديم استقالته إلى رئيس الوزراء بسبب عارض صحي يتطلب علاجا طويل الأمد خارج العراق. أثار مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي جدلا واسعا يظهر فيه النائب عن كتلة سائرون جواد السعدي وهو يهاجم مدير بلدية منطقة الحسينية في بغداد ويطرده من مكتبه. وبحسب مقطع مصور نشره مكتب السعدي فإن مشادة كلامية ارتفعت حدتها بعد أن اكتشف مدير البلدية تصويره من قبل أحد عناصر النائب أثناء حديثه، ما دعا السعدي إلى أن يصرخ في وجهه ويطرده من المكتب.
بدوره أعلن تحالف سائرون تجميد النائب عنه جواد الصاعدي عن العمل السياسي والإعلامي 3 أشهر مع تقديم اعتذار رسمي لبلدية الحسينية. وأكد التحالف في بيان ضرورة احترام مؤسسات الدولة واستخدام الطرق الدستورية والقانونية في عملية الرقابة النيابية على عمل الدوائر الحكومية. وعلقت سائرون عمل الصاعدي الرقابي ومنعته من زيارة أي مؤسسة حكومية لكون تصرفه غير مقبول ويعد إساءة إلى التحالف والمؤسسات التشريعية. الوطن تعرف شو الوطن؟ أريد وطن. شعب علاقة ما يسمى. إحنا شعب مظلوم. شعب. منا ما راح نتراجع. للمرة الأولى منذ عام فتحت ساحة التحرير أبوابها بعد أن أزالت قوات مكافحة الشغب الحواجز الكونكريتية الموجودة منذ تشرين الأول العام الماضي. وتداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر انتشار مكافحة الشغب في محيط التحرير لرفع الكتل الكونكريتية من ساحة الخلاني والشوارع المحيطة بها تمهيدا لفتحها بشكل كامل أمام حركة السيارات. ومن على ساتر جسر الجمهورية أكد متظاهرو ساحة التحرير تصديهم ومنعهم مجموعات تحاول خلق احتكاك بالقوات الأمنية مشددين على سلمية التظاهرات للحفاظ على مسارها. الناس اللي جاية هنا تخرب، الناس اللي جاية هنا تسوي تصعيد، احنا كمعتصمين ساحة التحرير اعتصمنا من 25 أكتوبر إلى هذا اليوم، لا مسوين تصعيد ولا مأذين أحد، الناس اللي جاية هنا ساحة ساعتين توقع 1000 شهيد هنا، وفوق كل هذا ينذب براس المعتصمين اللي بساحة التحرير، احنا هنا رجعنا العالم من الساتر ونزلناهم ونحب نقول لهم احنا سلميين، احنا سلميين 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 سلميين. دعا احمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الوزراء المتظاهرين الى تنظيم انفسهم سياسيا والدخول في الانتخابات، مؤكدا ان الراي العام اصبح يميز بين اداء الحكومه الحاليه وحرصها على المتظاهرين وأداء الحكومات السابقة. منع عاليا هذا الوعي الكبير للعديد من التنسيقيات التي قامت برفع خيمها من ساحة التحرير وطالبهم بعدم الشعور بالإحباط لما حققوه طيلة هذا العام أمام هؤلاء الشباب الواعي. فرصة كبيرة الآن لتنظيم أنفسهم سياسيا والدخول في المعترك الانتخابي القادم. هؤلاء الشباب الواعي أرسلوا رسالة واضحة إلى الطبقة السياسية خلال كل نشاطهم خلال العام الماضي أن هناك جيل جديد في العراق، هناك نسبة كبيرة من هذا الجيل الشبابي اللي نسبته قد تصل إلى 60% منهم دون 35 عام. في الديوانية خرج عشرات من طلبة جامعات القادسية بمسيرة احتجاجية تعهدوا خلالها بمواصلة تظاهرات القمصان البيضاء مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد. وأعلن الطلبة إعادة تظاهراتهم والتواجد في الساحات المطالبة بالحقوق لمساندة انتفاضة تشرين، كما جددوا مطالبتهم بسن قانون انتخابي عادل بدوائر متعددة إضافة إلى الكشف عن قتلة المتظاهرين ومحاسبة الفاسدين. مسافة عام واحد قطعها المحتجون وحتى الآن لا تزال مطالبهم عالقة، القتلة طلقاء وقانون الانتخابات بلا دوائر عادلة، لكنهم طوروا أساليب احتجاجهم وصار حراكهم أوسع من تظاهرة، كما أخذوا يتصرفون كسلطة تستفز الخصوم والمنافسين. تغير وتضغط وتناور، هكذا هي تشرين. لم تعد حركة الاحتجاجات هذه مجرد تظاهرة، بل هي تتصرف كسلطة اجتماعية وفكرية مؤثرة داخل اللعبة السياسية. هي لحظة تقدم ترسم أمام الخصوم والمنافسين حجم التحدي الذي يمثله اللاعب الجديد الفتي.
والجميع يراقب إمكانية دخول الشباب الانتخابات المقبلة بماكنة ماهرة في حسابات الرياضيات والحسابات السياسية يمكن أن تغير أوزان الجميع في البرلمان المقبل. قوة ثالثة، قوة فرضت نفسها تصارع القارات، قوة تصارع جارة وتصارع قارة، قوة تثبت الهوية الوطنية العراقية، قوة تثبت وتطرح هموم الشعب العراقي. هذه القوة الثالثة كانت مغيبة وبشكل تام. ليست واضحة الطريقة التي ستدير بها جماعات الحراك الجولة المقبلة من الاحتجاجات في ظل الحديث عن تعليق الاعتصامات ورفع الخيام حتى إشعار آخر، غير أنه تكتيك يتبعه محتجو تشرين لتفادي الصدامات مع أطراف تحاول تشويه حراكهم أو استدراجهم إلى الاحتكاك. وقد سبق للحركة الاحتجاجية أن جربت هذه الخطة خلال أربعينية الحسين في كربلاء عندما انسحبت مواكب الناشطين تجنبا للعنف، وكان ذلك بشكل ما إيذانا بولادة كتلة ثورية موحدة قرب ضريح الإمام. الحكاية إذن لا تنتهي، بل هي تطلق الآن مرحلتها الأخرى وقراراتها الجديدة. تشرين عندما قررت رفع الخيم لا لإنهاء الثورة، لا، تشرين قررت رفع الخيم حتى تحافظ على اسم الثورة، حتى تحافظ على دماء الشهداء. نقول لعوائل الشهداء، أبناءكم هم أمانة، دماء أبناءكم وجرحانا هم أيضا أمانة في أعناق تشرين. يقول ناشطون إن إنهاء الاعتصام ليس نهاية الثورة، فتشرين لحظة فكرية وقرار سيبتكرون طرائق لإدامته وفيها مفاجآت. يتحدثون عن لجنة تقوم بمراجعة الأداء والتطوير، ويقولون للمنافسين أنتم تدركون حجم تشرين وقوتها وموعدنا في البرلمان المقبل، تنحوا قليلا وافسحوا المجال للانتقال السياسي واستعدوا لكل هذا العبور نحو قواعد العمل الجديدة. نشرتنا مستمرة وفيها إشارات السماء عند السومريين وبقايا ملوك أريدو والخلفاء العباسيين، متحف سيماوة يحتضن 7000 عام لأربع حضارات عراقية. ثم من جديد في الأنبار، أدى رفع الحظر الصحي وتخفيف الإجراءات الوقائية المصاحبة لتفشي فيروس كورونا إلى إعادة افتتاح المدينة السياحية في الحبانية التي شهدت إقبالا شديدا من جميع مناطق البلاد. عام 1979 افتتح العراق المدينة السياحية في الحبانية بمحافظة الأنبار، أكبر منتجع سياحي في الشرق الأوسط آنذاك. بعد عام 2003 تعرضت المدينة السياحية إلى نكبات متتالية، بدءا من سيطرة تنظيم القاعدة على المكان، مرورا بتحولها إلى مخيم كبير لإيواء النازحين بعد سيطرة تنظيم داعش على الأنبار، لكن هذا تغير بعد طرد التنظيم وحملات الإعمار التي جرت على المدينة ومرافقها السياحية. قبل أول عام يعني لا، كانت خرابة، حاليا لا، الوضع متحسن، البيوت نظيفة، الكربانات الجديدة حلوة، البلاج هذا مال العوائل واحد حلو مرتب. المسافة القريبة للمدينة السياحية من بغداد التي تقدر بأقل من 90 كيلومتر جعلتها الخيار الأول للباحثين عن أقرب الأماكن الترفيهية، لذا صارت وجهة للسائحين من الداخل. يعني أنا من بغداد لهنا ما تكلفني بسيارتي الخاصة أقدر أروح، بينما إذا أروح الأربيل مكلفة الشغلة، خاصة الشركات السياحية يعني يستغلوها فترة العطل تصعد كلها. رفع الحظر الصحي وتخفيف الإجراءات الوقائية المصاحبة لتفشي فيروس كورونا وسهولة الوصول إلى المنتجع ساهم في توافد أكثر من 25 ألف سائح خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
كان هناك إقبال شديد من محافظات العراق، ما يقارب 25 ألف زائر إلى المدينة السياحية، ووجدوا هناك خدمات تليق بهم. مثلا هناك عندنا خدمات بلاج للعوائل، يعني وفرنا بها مصاطب ومظلات وخدمات أخرى، إضافة إلى بلاج الشباب وفرنا بها مستلزمات تليق بالأخوة الزوار. لجوء العوائل العراقية من مختلف المحافظات إلى منتجع مدينة الحبانية بهذا الشكل الكبير أسس لعودة سياحية مطمئنة تشهدها مدن المحافظة، وهو مؤشر على استقرار وضعها الأمني أيضا. نبيل عزامي، UTV، الأنبار. يعود العراقيون إلى التوافد على المقاهي بعد أن افتتحت أبوابها مجددا وفق شروط الوقاية المتبعة، ورغم ارتفاع حالة الإصابة بكورونا في البلاد مؤخرا، فإن الاستمرار في الانعزال عن الحياة بسبب الوباء لا يبدو خيارا محببا لدى شريحة واسعة من المجتمع تتعطش لعودة الحياة إلى طبيعتها. دفوف بغدادية وتخت شرقي يعيد مزج موسيقى الفيلم الشهير آخر الموهيكان. فهنا عادت الأنغام مجددا لتصدح في إحدى مقاهي بغداد، وعاد الرواد ليلتم شملهم ويتمايلوا على الأنغام العراقية. الوباء الذي أغلق عددا من المقاهي لأشهر أصبح وضعا معتادا تتكيف معه المجتمعات. بالبداية الناس كانت متخوفة، حاليا قل الخوف الناس انه تجي للمطاعم وتشوف الامسيات، رغم انه الكورونا اعدادها يعني تزداد ما تقل، بس الناس نوعا ما تمشي حسب الارشادات الصحية وتحاول انه ترجع للحياة. ما معقول الحياة تبقى واقفة بهالمدة الطويلة. التلهف للحياة الطبيعية يبدو واضحا على محي هؤلاء، كل يبحث عن اختلاس لحظات السعادة مع الحرص على اتخاذ الاحتياطات اللازمة. عودت هيك أنشطة، إنه هي رجعت الحياة بغداد بعد هذا الانقطاع الطويل، صار أشهر تقريبا كان متوقف كل شيء، عندنا مفاصل الحياة متوقفة، والأهم هذا إحنا متعودين يعني هاي الروابط الاجتماعية. بدينا نتعايش ويا الوضع، فيعني أوكي هي ستيل إنه أكو كورونا وإصابات هواية، بس يعني مأملين على نفسنا، تعايشنا كمامتنا السانيتايزر دائما ويانا، فكلش طبيعي صار الموضوع. في أيلول الماضي سمحت السلطات بإعادة فتح المطاعم والفنادق في العاصمة وفق شروط، قرار نزل بردا وسلاما على أصحاب هذه المشاريع الصغيرة التي تحاول تعويض خسائر الموسم الماضي، وهي تشغل أعدادا كبيرة في المصالح التجارية في البلاد. منذ عصور ما قبل التاريخ، مرورا بالحضارات الأولى لبلاد ما بين النهرين ووصولا إلى العصر الإسلامي، متحف السماوة يضم أكثر من 700 قطعة أثرية تحكي تاريخ العراق الضارب في القدم. أكثر من 759 قطعة أثرية يضمها متحف السماوة، تعود إلى عصور مختلفة تبدأ بعصر ما قبل التاريخ، مرورا بالسومريين والبابليين وحتى العصور الإسلامية. المتحف شيد عام 2010 وافتتح عام 2017، إذ ينقسم على قاعتين، الأولى تضم رقما لأدوات زراعية منها مناجل فخارية تعود إلى نحو 7000 عام، فيما يتوسط أسد أريدو القاعة واحدا من أهم موجودات هذا المتحف. تم افتتاح المشروع بشكله المتكامل في تشرين الثاني 2017، حيث تم جلب عدد كثير من القطع الأثرية الحقيقية من المتحف العراقي والقطع المسجلة سابقا، قطع المهمة التي تأتي أهميتها من قدمها التاريخي، ومثل مناجل الفخارية اكتشفت في آثار الأور، وكذلك المقاشط الحجرية المكتشفة في مدينة الوركاء.
عصر الكيشيين عند مدخل المتحف، حيث أختام ملوك كيش الذين كانوا يقدمون بناتهم هبات إلى الآلهة من أجل إعفائهم من الضرائب. وقريبا من هذه الأختام الإشارات السماوية الثلاث سين وشمش وعشتار توثق أبرز ملامح تلك الحقبة. أما القاعة الثانية فتأخذك إلى العصور الحديثة، وأهمها العصر الإسلامي، وكيف كانوا يدفنون موتاهم من الأطفال في توابيت من الطين، والتي تبدأ من العصور ما قبل التاريخ ومرورا بعصور فجر السلالات والعصر البابلي القديم والعصر البابلي الوسيط، العصر البابلي الحديث، ومرورا كذلك بالعصور الهنستية والعصور الفرثية، وانتهى بالعصر الإسلامي. مصادر رسمية هنا تشير إلى تخصيص قطعة أرض لإنشاء بناية جديدة للمتحف من أجل توسعته وجلب أكبر عدد من القطع الأثرية القديمة، لكن الأزمة المالية التي يمر بها البلد عطلت هذا المشروع. من المثنى خليل بركات، يو تي في. تزامنا مع قرب إجراء الانتخابات الأمريكية وفتح ملف العلاقات بين بغداد وواشنطن داخل السجل الوطني العام، سنقدم لكم مشاهدينا الكرام ابتداء من اليوم سلسلة تقارير حول رواد الحداثة العراقية من خريجي الولايات المتحدة الأمريكية، ممن أسهموا في بناء علاقات فكرية وثقافية وفنية. والجزء الأول من هذه السلسلة مخصص لنازك الملائكة وعلي الوردي وآخرين. لا تبدو العلاقات الثقافية بين العراق والولايات المتحدة ضاربة في القدم فحسب، بل هي مؤثرة بقوة في بناء المجتمع العراقي الحديث بعد قيام الدولة المعاصرة عام 1921. فمن بين أعلام الحداثة العراقية نتوقف اليوم عند نازك الملائكة المولودة ببغداد عام 1923 والمتخرجة من دار المعلمين العالية فيها عام 1944. وإذ عرفت الملائكة بشاعرة مجددة، فإن حضورها النقدي والمعرفي جاء بعد حصولها عام 1959 على شهادة الماجستير في الأدب المقارن من جامعة ويسكونسن ماديسون الأمريكية. وفي حقل الفنون الجميلة يذكر الرائد جاسم العبودي المولود بمدينة الشطرة عام 1925، وتخرج بامتياز من معهد الفنون الجميلة في بغداد عام 1947، ويحصل على بعثة دراسية إلى الولايات المتحدة عام 1948، وينال الماجستير عام 1953 من كلية المسرح والموسيقى بمدينة شيكاغو. ونظل في حقل الفنون المرئية لنتوقف عند الفنان جعفر علي المولود ببغداد عام 1933، ويتخرج من كلية آدابها عام 1956، وهو يحمل شهادة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي، ومن ثم التحق بجامعة أيوا الأمريكية وتخرج فيها عام 1961، وهو يحمل شهادة الماجستير في السينما والتلفزيون. وفي حقل المعرفة الفكرية لا يمكن إلا استذكار الكبير علي الوردي، وهو عالم الاجتماع والمؤرخ الذي عرف بتبنيه النظريات الاجتماعية الحديثة في زمانه لتحليل الواقع الاجتماعي العراقي. ولد الوردي بكاظمية بغداد عام 1913، وأرسل في بعثة إلى جامعة تكساس بالولايات المتحدة، حيث نال شهادة الماجستير عام 1948، ونال شهادة الدكتوراه عام 1950. غدا نواصل استذكار رموز الحداثة العراقية في شتى المجالات، ممن تلقوا معارفهم العالية في أرقى المؤسسات الأمريكية. آخر التحديثات مد البحر وجزره وطقس العراق نتابعه سويا في الفقرة الأتية مع تمنيات فريق يو تي في. السلامة لرجال البحر.
وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. المالية النيابية تقترح على الكاظمي إلغاء قانون العجز وتؤكد ملا طلال أكد وجود بدائل لتوفير السيولة. داعش يضرب في المقدادية ورئاسة البرلمان تنعى الشهداء وتطالب بخطط محكمة. إذا ما عجبك تطلع من الحسينية لا تبقى بها ولا دقيقة. تهديد أي شيء تعدى براحتك. تهديد ينفج ورقتك واطلع يا جدل واسع يجتاح السوشيال. نائب عن سائر يتهجم على مدير بلدية في بغداد وتحالف يعاقبه بالتجنيد. أشكر لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء.